الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 41، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، وفي 5 أبواب. يعني لابد أن يتأدب الإنسان في ألفاظه ويحسن اختيار مفرداته، فالنبي كان لا يحب اللفظ البذيء ولا الفاحش، ولا يحب اللفظ القبيح في كلامه. فحسن الخلق حسن اللفظ، وسيء الخلق سيء اللفظ، فمن ألفاظك تظهر أخلاقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل الناس أخلاقا، وكان أحسن الناس اختيارا للألفاظ، وكان أبينهم لكلام الله ومراده، وكان أوضحهم عبارة صلى الله عليه وآله وسلم، وأبعدهم عن الخنا وعن الفحش. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا بذيء صلى الله عليه وآله وسلم، فلتكن على هذا النهج. الباب الأول، باب النهي عن سب الدهر. النبي لا يحب السباب مطلقا، حتى ولو كان حيوانا لا تسب، فلا يحب سباب أي مخلوق. والدهر هو الزمان، والزمن مخلوق، والذي خلقه هو الله، وفي الزمن أحداث، فمن سب الزمن لأحداثه فكأنما سب محدث الأحداث وفاعل الفعل، فكأنما أساء العبارة تؤول به إلى أنه يعترض على الأقدار، والاعتراض على الأقدار ديدن الكافر وليس المؤمن. المؤمن يرضى بقضاء الله وقدره حلوه ومره. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر. كثير من الناس يقول لك ملعون الأيام اللي احنا شفناك فيها، أو شوف بيلعن الأيام اللي هو الدهر. هذا حرام. النبي نهى عن مثل هذه الألفاظ التي لا تليق بمسلم أن يقولها. باب النهي عن سب الدهر. والدهر هو الزمن، والله خالق الزمان وخالق المكان وخالق الإنسان والحيوان، خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا كان سب الدهر حرام، بسب الإنسان حرام برضه، لأن الإنسان مخلوق والدهر مخلوق. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 99 بعد 905 آلاف، قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. وأنا الدهر هنا نسبة مجازية، يعني وأنا خالق الدهر، يبقى وأنا الدهر هنا بمعنى إيه؟ المجاز، بالمعنى المجازي، أي وأنا خالق الدهر. وعلشان كده في بعض الأحزاب يقولك يا دهري يا ديمومي، يا دهري يا ديمومي، يا من تمت وخلقت الأزمان، هذه معنى يا دهري يا ديمومي، تجدها في بعض الأوراد أحزاب الأولياء. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يعني كل حدث يحدث في الأكوان ويظهر في أي زمان فمحدثه هو الله وفاعله هو الله، فعليك أن تتفاعل مع هذا الحدث بأن تقبله وترضى به وتنفعل له بالطريقة التي يريدها الله منك. فإن كان فيه شدة فلتصبر، وإن كان فيه نعمة فلتشكر. وعن أبي قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما. سبحانه وتعالى. ومن ألغز الأشياء هو الزمن. الزمن ده مخلوق وهو ألغز شيء. طب قل لي إيه هو الحاضر والماضي والمستقبل؟ الحاضر هي اللحظة التي أنت فيها. طب ما اللحظة التي أنت فيها لا تثبت. طب امسك الحاضر كده لا تجده يمسك، لأن الذي أنت فيه في لحظة انتقل إلى الماضي وانتقلت أنت إلى المستقبل في لحظة. فالحاضر يعني الزمن ده ألغز شيء خلقه الله هو الزمن، وربطه بالمكان، عشان كده يسموه علماء الفيزيكس يسموه زمكان، لأن بغير مكان لا زمان وبغير زمان لا مكان، فهو مرتبط بالزمان والمكان ارتباط عجيب. يعني حتى هذا الارتباط لغزي في حد ذاته من الألغاز. ومن شدة وضوحه الناس يظنون أنه واضح، ومن شدة إلغازه لم يستطع أحد أن يقبل عليه وأن يحجر عليه. فشيء عجيب، مخلوق عجيب الزمن ده. الزمن ده من أعجب ما خلق الله سبحانه وتعالى. والكل يعيشه والكل لا يشعر بإيه؟ بلغزه. فسبحان الذي ألغزه وعيشنا فيه. والعجيب أن الزمان والمكان مرتبطان ارتباط عجيب لا ينفكان. لا تتصور زمان بغير مكان، ولا تتصور مكان بغير زمان، وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تقبل على شيء منهما. فسبحان الذي ثبت المتحرك وحرك الثابت سبحانه وتعالى. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. لأنك لو نظرت إلى الزمان والمكان لم تجدهم فيهم أي ثبات، في باستمرار متغيرين واستمرار متغيرين باستمرار في كل لحظة. حتى أنت قاعد على الأرض بتظن أنك ثابت، الأرض نفسها بتتحرك في الأكوان وبتتحرك حول نفسها وبتتحرك حول الشمس، فلا يوجد شيء ثابت. وبالرغم من ذلك يشعرك في المتحرك أنك ثابت. شيء عجيب، ده شيء عجيب والله من أعجب ما يمكن. فعلشان يشعرك أن الدائم هو الله والباقي هو الله وكل غير وما غير الله لا ثبات له ولا وجود له في الحقيقة، وعلشان كده الزمان لا يبقى الحال زمانان ولا يبقى الزمان زمانان. فهمت ازاي؟ يعني اسأل واحد كده ما هو الحاضر؟ احنا نسمي الزمان نقسمه ماضي وحاضر ومستقبل، تجدهم كلهم في لحظة واحدة، تجد الثلاثة في لحظة واحدة. يعني انا قبل ان اقول الكلمة كانت هذه الكلمة ايه؟ مستقبل. لحظة بأن قلتها صارت ماضي لأنها تستقبل مستقبل الكلمة التي تليه، وكذلك في كل نفس وفي كل لحظة. فلا تستطيع أن تقبل لا على ماضي ولا على مستقبل ولا على حاضر. فاستمسك بالله، فلا تستمسك بزمان ولا مكان، حيث أنه لا ثابت إلا الله. أنت نفسك تزول وكل ما سوى الله فان. فان يعني فان في الحال، مش لسه حيفنى، ده فان يعني فان في الحال، حيث لا زمان ولا مكان.
فالكل بالله، فلا يبقى مكان واحد في لحظة واحدة بإيه، في لحظات متعددة. يعني المكان اللي انت قاعد فيه اللحظة دي غير المكان اللي انت قاعد فيه في اللحظة التي تليها، الكل يتغير ويتحرك. فهمت بقى؟ ولو قعدت تفكر في الحكاية دي هتجد انها لغز كبير، لغز كبير ويصعب فعلا حله. اينشتاين قضى عمره كله علشان يحدد ايه هو الزمان ويحدد هو المكان، ما عرفش. في الاخر قالك هي الحكايه كلها زمكان، دخلهم في بعض وقالك الحكايه كلها زمكان، وحب يعمل معادلات عشان يضبط الزمان مع المكان، نجح في بعضها وفشل في بعضها. ليه؟ لصعوبه والغاز العلاقه بينهم سبحانه وتعالى. باب كراهة تسمية العنب كرما. كانت العرب تزرع العنب علشان تحوله خمر، والخمر إذا شربها الإنسان سكر، فإذا سكر فقد قدرته على التمييز فيظهر كرمه فيديك كل ما يملك، يبقى كريم. إيه ده؟ فسموا العنب كرم لأنه يؤدي إلى الكرم، لأن أول ما الإنسان يكون فاقد عقله ممكن يديك كل اللي في جيبه، كل ما يملك يدولك بسهوله، يبقى كريم. والخمر تفقد العقل، لكن اول ما الانسان يكون بعقله يبتدي يقول لك بكام دي؟ لا غاليه، لا مش هقدر، ما يديكش حاجه، يبقى بخيل بيحسبها. فهمت؟ عشان كده سموا العنب كرم لانه تصنع منه الخمر التي تسكر، وعند السكر يظهر كرم الانسان. فهمت؟ فالنبي اراد ان يبين ان الخمر خبيثه، فكيف تصف الخمر الخبيث بلفظ جميل؟ فهمت ازاي؟ ربنا بيقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يعني الكريم هو المؤمن، هو قلب المؤمن، ده الكرم صحيح، قلب المؤمن ولا الكريم. فكيف تشبه الخمر وهي الخبيثه ولعبة الشيطان بقلب المؤمن؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يعني الكريم هو تقي القلب، فكأن القلب الكرم هو قلب المؤمن، فكيف تسمي الخمر وهي أخبث إيه آلات الشيطان باسم لا يدل على معناها؟ فالنبي كان لا يحب إيه تلبيس المعاني، الخبيث يفضل اسمه خبيث والإيه والجميل يفضل اسمه جميل، والعرب كانت تلخبط الحكاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العنب الكرم من أجل ذلك. باب كراهة تسمية العنب كرما. زي الوقت مثلا الامريكان بيلعبوا في الالفازبر يقول لك هوت دوج، يعني الكلب الساخن. احنا عندنا الكلب نجس ولا يؤكل، هم يعني بيقول لك سندوتش، ويطلق على اللحم البقري اللي هو حلال يطلق عليه كلب، مش كده برضو؟ هو انت ما بتاكلش كلب، انت بتاكل لحم بقري، لكن يسميه ايه؟ هوت دوج. ده لو النبي عايش زماننا كان يقول لك لا تقل هوت دوج، زي ما قال للعرب لا تقل على العنب كرما. فهمت بقى ازاي؟ ليه؟ لان لا يصح ان انا ايه اسمي الحلال باسم المحرم. فهمت ازاي؟ حتى انه نص الفقهاء على ان الانسان اذا شرب الماء وقال هي خمر ويعلم انها ماء فسماها خمرا حرم ذلك، وحرم هذا الكأس عليه بالرغم ان اللي فيه ماء. شفت قد ايه؟ وأنه إذا هجم على الماء ليشرب ظن منه أنه خمر، هذا الفعل حرام ويعاقب عليه لأنه هجم على الحرام بالرغم أن الذي شربه ماء، لأنه كان يظن أنه خمر. فهمت؟ وأن الذي هجم على الخمر يشربه على أنها عصير ولا يعرف أنها خمر لا يأثم ولو سكر. شفت قد إيه؟ فالعبرة بأنك أنت تريد الحرام أم تريد الحلال؟ العبرة هي الإرادة والنية، وربك رب قلوب، ينظر لقلبك وعزمك. فهم؟ ولذا لا تسمي الحلال باسم محرم، ولا تسمي المحرم باسم حلال. فهمت؟ حديث إيه؟ اللي هو حدثني زهير بن حرب؟ ما لم نقرأه؟ طيب نقرأ الحديث الأخير في الباب السابع.
وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. يعني في زماننا الأمريكان والأوروبيين سموا أي فعل عنيف بحق أو بغير حق إرهاب، مش كده برضو؟ أي فعل عنيف سموه إرهاب، تيروريزم، في حين أنه لو كان الفعل العنيف من أجل استرداد الحق شيء مطلوب ممدوح ويسمى جهاد ولا يسمى إرهاب. فأصبح الفلسطيني اللي يحارب اليهودي اللي جاء خد أرضه يقول عليه إرهابي وهو يدافع عن حق، فكيف تطلق القبيح على الحق؟ فهمت بقى ازاي؟ تلبيس، تلبيس ابليس. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال على ايه؟ على افعال المنافقين في المدينة الايه؟ الذين يرجفون في المدينة. فيبقى الكلام الذي يؤدي الى العنف بغير حق يسمى ارجاف ولا يسمى ارهاب، لان دي التسمية القرآنية، يرجفون في المدينة. فالذين يشيعون أسباب الفوضى في بلاد المسلمين التي ينبني عليها أفعال العنف بغير حق، هؤلاء لا يسموا إرهابيين ولكن يسموا إرجافيين بنص القرآن، الذين يرجفون في المدينة. لكن كلمة إرهابي مين اللي سماها؟ الأمريكان، وإحنا نمشي وراهم ولو دخلوا جحر ربنا دخلناها وراهم، وصدق رسول الله. فأصبح اللي يطالب بحقه بعدما سلب منه إرهابي. شيء عجيب، بقى شيء عجيب، التبس من أجل أن يلبسوا الحقائق، فلا يصير هناك حق صرف ولا باطل صرف، بل دخل الحق في الباطل، والله أراد أن يميز بين الحق والباطل، وهم أرادوا أن يخلطوا بين الحق والباطل. فهذه فتنة دجالية أمريكية إبليسية يهودية، وهم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. فربنا جعل الكلام له معاني بإزاء معاني معينة، هم يخلطوا هذه المعاني ويحركوا الكلمات عن معانيها ويقلبوا المعاني، ونحن نسير خلفهم ونكرر ما يكررون. وهذا كله علينا أن نراعي أدب الألفاظ، وأن الألفاظ جعلها الله بإزاء معاني، فلا نلعب في المعاني ولا نلعب في الألفاظ حتى يسهل على الإنسان أن يميز بين الحق والباطل، وإلا اختلط الحق بالباطل. واضح؟ باب كراهة تسمية العنب كرما. وعن أبي قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرمة فإن الكرمة الرجل المسلم. شفت الكرم مين الكريم؟ هو المسلم. ليه؟ لأن ربنا قال أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن هو التقي؟ هو المسلم. فالنبي يريد أن يحقق حقائق القرآن ويحافظ على الألفاظ ومعانيها، حيث أن الله هو واضع اللغة ليكلمنا من خلالها. ومن آياته إيه؟ خلق السماوات والأرض واختلاف ألوانكم وألسنتكم، مش كده برضو؟ يبقى الألسنة اللي هي اللغات دي آية من آيات الله، فلا نلعب في آيات الله، أن أتخذ آيات الله هزوة، أن أقلب الكلام عن معانيه، فهذا تغيير لخلق الله. والذي يغير خلق الله هو إبليس ومن والاه من شياطين الإنس والجن. وعلشان كده لابد أن نحافظ على لغتنا، وأن نحافظ على معاني ألفاظنا، وأن نحسن استعمال الألفاظ عندما نتبادل المعاني فيما بيننا بعضنا البعض، حتى نحق الحق ونبطل الباطل. لأنك لا تحق الحق إلا من خلال بيان الألفاظ، ولا تبطل الباطل إلا من خلال بيان الحجة. فإذا اختلط معنى اللفظ اختلطت الحجة، فصار الباطل حقا والحق باطل، والله لا يريد ذلك. الذي يريد ذلك هو الشيطان واليهود من وراء ذلك ومن قبل ذلك، بل صار الشيطان يتعلم من اليهود والأمريكان ويسير خلفهم.
وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا كرم فإن الكرم قلب المؤمن. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب. وكرم وكرم بمعنى واحد على فكرة، تقول رجل كرم، رجل أي رجل، رجل كرم، رجل كرم، رجلان كرم، رجلان كرم أو كرم، يعني يجوز وصفهم بالمصدر، والمصدر لا يجمع ولا يسنى ولا يؤنث ولا يذكر، فتقول امرأة كرم، امرأة كرم، امرأتان كرم، امرأتان ايه كرم، رجال كرم، رجال كرم، كرم، فكرم وكرم معنى واحد، فهمت ازاي؟ بفتح الراء وتسكينها لغتان صحيحتان، وهو وصف الإنسان بالمصدر، زي ما تقول رجل عدل، مش تقول عادل، تقول رجل عدل، فهمت ازاي؟ فيجوز الوصف بالمصدر، يجوز الوصف بالمصدر، كما تقول رجل عدل تقول رجل كرم أو كرم، فهمت بقى ازاي؟ بمعنى كريم، بمعنى ايه؟ كريم. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكرمة فإن الكرمة الرجل المسلم المسلم. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم الكرم فإنما الكرم قلب المؤمن، يعني صفة كرم المؤمن، فإنما الكرم قلب المؤمن أي صفة قلب المؤمن. يبقى كلمة صفة هنا محذوفة مقدرة لأنها معلومة من اللفظ، يبقى هنا حذف، حذف الصفة وإيه وأظهر الموصوف، ويقول الكرم صفة قلب المؤمن، فحذف كلمة صفة وقال الكرم قلب المؤمن، فيجوز لغة. ليه بقى؟ لأن العربي يفهم لغته، العربي يفهم لغته كويس، فلا بد أن تكون عربيا تفهم العربية، فهم؟ مش تحتاج مع كل كلمة أقعد أشرح لك نص يوم، كل ما أقول كلمة أقعد أشرحها لك نص يوم، هنتفاهم إمتى بقى ونتحرك إمتى؟ لما كل كلمة عايز أقعد أشرحها لك نص يوم ما ينفعش، فهم؟ لأن العرب كلامهم معلوم يحذف منه المعلوم بالمفهوم، يعني في اشياء تبقى معلومه بالمفهوم، فهمت ازاي؟ يقوم يحذفوه لانها معروفه، هي دي طريقه العرب في كلامهم. وعن ابي قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم للعنب الكرم فانما الكرم الرجل المسلم. وعن ابي قال حدثنا، والكرم دي صفه، دي مصدر، مصدر الكرم دي صفه ومصدر، مش كده برضه؟ ولا الكرم الرجل المسلم يعني صفه الرجل، فهمت ازاي؟ لان الكرم معنى والرجل انسان مخلوق جسم مش معنى، يبقى اكيد محذوفه كلمه صفه، فهمت بقى ازاي؟ فلا بد انك تعرف الحاجات دي، هتقابلك كتير في اللغه العربيه وفي القران وفي السنه وفي كلام الناس، فتفهم ازاي تفهم، لابد ان تفهم كيف تفهم. وعن ابي قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن شعبه عن سماك بن حرب عن علقمه بن وائل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا الحبلة يعني العنب. الحبلة اسم شجرة العنب، النبي سماها الحبلة. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة. باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد.
وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. يبقى النبي يريد أن الألفاظ تكون بإزاء المعاني الصحيحة. كان أيام النبي في رق، والرقيق يسمى عبد، والعبودية دي عبودية مجاز، عبودية تملك فقط وليس عبودية حقيقية. فالنبي أراد أن ينزه كلمة عبد ويمحضها لله، فلا تقل لمن تملكه برقبته عبدي ولكن قل فتايا، ولا تقل لمن تملك رقبتها أمتي ولكن قل جاريتي. وهذا الكلام التوجيهي للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإرشاد، فالنهي هنا للكراهة، النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله ولكن ليقل فتاي، ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي، لأن الرب غالبا ما يطلق بها ويقصد بها الله في الغالب الأعم، وإن كان يجوز مع الإضافة إطلاقها لغير الله، تقول رب الدار، رب الناقة، رب إيه السيارة وهكذا، لكن إيه في الغالب الأعم رب إذا أطلقت يقصد بها رب العالمين. وعلى شكل لا تقول إيه هذا ربي ولكن قل هذا سيدي، يبقى وجه السيد فلا يقول للعبد عبدي بل يقول فتاي، ووجه العبد فلا يقول لربه يعني من يملكه ربي بل يقول له إيه يا سيدي. فهمت بقى؟ يبقى إيه فحين ان في رواية السيد هو الله، لكن هذا نادرا ما يطلق على الله، السيد بمعنى الحقيقة هو الله، لكن في الغالب السيد تطلق على غير الله كثيرا اكثر من ايه اطلاق الرب على غير الله. فهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاز ذلك، عشان كده قال ايه قوموا لسيدكم، اسمعوا سيدكم، لما ايه ام عبادة يتكلم فقال اسمعوا لسيدكم صلى الله عليه وسلم، يبقى يطلق على الله وعلى غيره، ولكن ايه في الغالب الاعم يطلق على غير الله، كلمة سيد في الغالب الاعم تطلق على غير الله، عشان كده يقول ايه ابني هذا سيد، مش كده؟ على سيدنا الحسن، وقال سيدنا ربنا في القرآن على سيدنا يحيى سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فلا تناقض قول الرسول الله هو السيد، لان كلمة السيد بالمعنى الحقيقي هو الله، ولكن من حيث الاستعمال فلا قليلا ما تستعمل في الله من حيث الاستعمال، ورب في معناها الحقيقي لله، وإذا استعملت لغير الله تستعمل بمعنى الإضافة فتمحضت لله، فنزه اللفظ الذي تمحض لله وقل استعماله في غير الله، وأجاز اللفظ الذي تمحض لله وكثر استعماله في غير الله وهو السيد. ده أدب اختيارات اللغة، ليه؟ حتى لا يظن بك سوء ولا تستعمل اللغة بطريقة غير مناسبة. وكأن النبي يريد أن نتأدب كما نتأدب مع بعضنا البعض، نتأدب مع الألفاظ التي اختارها الله لنتفاهم بها وليخاطبنا بها، فنفس اللغة صارت مقدسة، قدسها القرآن والسنة. فهمت إزاي؟ فلا نتلاعب في معانيها. يجي لك مدرسة الحداثة الآن يريد أن يتلاعبوا في معاني اللغة، يقول لك اللغة بتتطور كأي مخلوق بشري والمعاني فيها تتغير، وعايزين يعملوا معاجم جديدة ولا ننظر للمعاجم القديمة حتى نفهم الدين بطريقة جديدة، شيء عجيب. فهم؟ وهذا خطأ، لأن القرآن نزل بلغة قريش، قرآن عربي، فلابد أن أفهمه باللغة العربية، لابد أن أحفظ المعاني حتى أفهم مراد الله مني. إنما ألعب في المعاني يبقى بلعب في الكلام، وبلعب في الكلام يبقى بلعب في القرآن، يبقى معنى كده أن أنا أطلع بدين جديد غير الدين اللي جابه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديثهما ولا يقل العبد لسيده مولاي، وزاد في حديث أبي معاوية فإن مولاكم الله عز وجل. يبقى ده برضو على سبيل الإرشاد ولكن يجوز،
يبقى خلاف الاولى. ليه؟ لان الرسول قال في المؤمنين والمؤمنون بعضهم اولياء بعض، فيجوز ان انا اقول لك ايه يا مولانا، مفيهاش حاجه بنص القران يجوز. وان كان الافضل من باب الاكرم يعني ان الانسان ما يستعملش مثل هذه الالفاظ التي توهم، عباره مهمه لكنها استعمالها جائز، وكثيرا ما استعملت. المؤمنون بعضهم اولياء بعض والله ولي المؤمنين، فيطلق كلمه مولى ويقصد بها الله ويقصد بها الانسان ويقصد بها المسلم ويقصد بها، ليها اكثر من 16 معنى، ويقصد بها الناصر والمعين، ليها اكثر من 16 معنى كلمه مولى في لغه العرب. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول احدكم اسقي ربك، اطعم ربك، وابطئ ربك، ولا يقول احدكم ربي وليقل سيدي مولاي. شوف هناك يقول ما تقولش مولاي، هنا يقول قول مولاي. يبقى تدعى على سبيل ايه؟ الاولى وخلاف الاولى. يبقى بقى دي في مساله في باب اقل من الكراهه والاباحه، او الاستحباب والاباحه، في حاجه اسمها الاولى وخلاف الاولى، وهو حاجه بين درجه بين المكروه والحر والمباح، حاجه اسمها خلاف الاولى، ودرجه بين المستحب وبين المباح حاجه يسمى الاولى. فهمت بقى ازاي؟ فدي درجة، شوف دقة بقى ايه المسلم في اختيار الفاظه. ولا يقل احدكم عبدي امتي وليقل فتايا وفتاتي غلامي. باب كراهة قول الانسان خبثت نفسي، لان كلمة خبثت، خبثة دي كلمة خبيثة، والخبث يذكرك بالشيطان، فلا تصف نفسك بوصف شيطاني. بس احيانا نفسك بتبقى فيها نوع من ايه؟ من عدم الارتياح. طب اوصفها ولا ايه؟ قال قول اي لفظ تاني غير خبثت. فهمت ازاي؟ قول مثلا لقست، قول مثلا عطبت، تعبت، ملت، كلت، انقبضت، اي لفظ، لكن ما تقولش خبثت، مع ان المعنى واحد على فكره، لكن اختيار اللفظ فيه ادب. فهمت بقى؟ يبقى النبي يعلمنا الادب. وإن كان النبي استعمل كلمة الخبث في وصف النفس في الحديث، قال إيه؟ إن الشيطان يعقد على إيه؟ على قافية أحدكم إذا نام ثلاث عقد، عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل. في آخر الحديث فمن نام ولم يصلي الفجر قام إيه؟ خبيث النفس كسلان، خبيث النفس كسلان. استعملها، استعملها هنا لإيه؟ لبيان قبح هذه الحالة، لا لاستعمالها في كل حال، بل استعمل هنا لبيان قبح هذه الحالة، وليس وصف إنسان بعينه باسمه، ولكن من كان حاله على هذا. فهمت ازاي؟ يبقى ايه؟ يبقى خبثت نفسي لا تحددها بنفس معينة بإنسان معين، لكن يجوز أن تصف بها حالة. فالنبي وصف حالة من ضاع عليه صلاة الفجر بسبب كسل ونوم أنه يستيقظ خبيث النفس كسلان، فاستعمل كلمة خبث ونهى عن كلمة خبث، ففيش تناقض. فالنبي يعلمك الأدب عند وصف نفسك، ويعلمك هناك التحذير من حالة عليك ألا تقع فيها لأنها حالة خبيثة. فده له مكان وده له مكان، فلا تناقض في السنة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. هذا حديث، ولقست بمعنى خبثت على فكرة، بمعنى يعني إيه؟ يعني غثت وفسدت وكلت وزهقت وطهأت. الناس يقول لك أنا طهقت يا أخي، المصريين بقى واخد بالك ازاي؟ يعني خلاص بقى، انما للصبر حدود، عملوها اغنيه، وبالرغم من كده برضه مفيش فايده.
هذا حديث أبي كريب. وقال أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لكن، وعنه قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية بهذا الإسناد، وعنه به قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف عن أبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. وبرضو النبي علمنا أدب تاني مع القرآن، لا يقول أحدكم نسيت القرآن ولكن يقول أنسيته، مش كده؟ لا يقول أحدكم نسيت آية كذا ولكن يقول أنسيتها، لأن نسيت تدل على الإهمال، فلا تنسب لنفسك الإهمال. فهمت إزاي؟ وكأنك بتعتذر إلى ربك، أنسيت يعني حاجة غصب عني يا رب، وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، ففيها نوع اعتذار وليس نوع تبجح. نسيت هيجرى ايه يعني؟ الله لا يحب التبجح والنبي لا يحب التبجح، يحب الادب. فعليك ان تربي نفسك على هذا الادب وتربي ابنائك على هذه الادب. باب استعمال المسك وانه اطيب الطيب وكراهة رد الريحان والطيب. وعن ابي قال حدثنا، زي ما النبي يحب كده الالفاظ الجميلة يحب ايضا الروائح الجميلة ويحب المظهر الجميل، فالجميل يحب الجمال، اللي في باطنه جمال يظهر على لفظه وعلى سلوكه وعلى لبسه وعلى هيئته وعلى طريقة قعدته وعلى حتى طريقة أكله وشربه ونومه وتناوله للأشياء. فجميل الباطن يظهر على ظاهره جماله، وخبيث الباطن يظهر على ظاهره خبثه وقسوته. فنسأل الله أن يجمل باطننا وظاهرنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة قال حدثني خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب، يعني إيه جزمة كعب، يعني هي قصيرة وإيه وصحابها اللي بيمشوا معهم طوال، فراحت إيه لبست جزمة كعب كده بخشب عشان تمشي معهم طويلة يعني زيهم، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق، ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدي هكذا، ونفض شعبة يده. إذا لبست المرأة شيء يرفعها يعني زي كده جزمة بكعب، إيه حكمها؟ إذا كانت تقصد ألا يحتقرها الناس لقصرها فلا بأس، وإن قصدت أن تتمختر وتتهز علشان تبين للناس يبقى يحرم. فهمت؟ يبقى المسألة كلها على حسب النوايا. فهمت؟ فلا تطلق عليها حرام مطلقا ولا مباح مطلقا، لكن على حسب حالتها. واضح؟ وعنه به قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن خليد بن جعفر والمستمر قال سمعنا أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا والمسك أطيب الطيب. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، يعني إيه حشت خاتمها مسكا؟ يعني خلت المسك والخاتم لما مشيت جنبهم شموا ريحة حلوة، فقالوا له فين دي؟ قلت له ما فيش حاجة. قال لي معنى نفض يدي، يعني قلت له ما فيش حاجة، لأنها أبطنت الرائحة داخل إيه؟ داخل الخاتم يعني. والمسك أطيب الطيب، يعني أفضل الطيب المسك، والمسك يخرج من غدة تنفصل من نوع من الظباء، ومعلوم أن كل ما ينفصل من الحيوان حكمه نجس إلا المسك يستثنى. واخد بالك؟ يبقى المسك مستثنى من النجاسات، بدليل ان النبي قال المسك اطيب الطيب، والمسك طيب حيواني، والريحان طيب نباتي، يبقى يخرج الرائحه من الحيوان ومن النبات. فالمسك غده عند بعض الظباء ياخدوها كده ويحطوها تقوم ايه تنشع المسك الحيواني ده، غالي من اغلى الانواع اللي انت بتشتريه، ده مش هو ده المسك، ده حاجات صناعية كده أي كلام، واخد بالك؟
لكن المسك الحيواني ده اللي هو اغلى انواع المسك، حكمه من حيث الفقه يبقى نجس لانه دم متحول، مش كده برضه؟ ومنفصل عن حي يبقى ميتا ونجس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه وطيبه وحلله وقال المسك اطيب الطيب. فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن المقرئ قال أبو بكر حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. يعني ما فيهاش منة كبيرة، يعني مش هيجي يمن عليك يعني وايه ويحملك جميل كبير علشان هو مثلا ادالك طيب مره، يعني فهمت ازاي؟ يعني لان ممكن الانسان لا يقبل العطاء مخافه ايه؟ الجميل، انه مش عايز يحمل جميل حد ويبقى في منه فيرفضه. النبي قال لا، لا الريحان والحاجات دي خفيفه المحمل لا تردها، بسيطه ما حدش هيعايرك عليها ولا هي فيها ازمه كبيره، فهمت ازاي؟ فلا ترد الطيب لانه خفيف المحمل، ولا ايه؟ ولا ترد التمر، ولا ترد الوسادة. يعني انت قاعد معاه وكانك وسادة تتكئ عليها، يقول لك ثلاثة لا ترد: الطيب والتمر والوسادة، لأن الوسادة فيها نوع إكرام، عايز تكرم الإنسان فتدي له وسادة يستند عليها، وكذلك الطيب تحب انك انت يعني تكرمه برائحة طيبة فلا يردها ايه لأنها خفيفة المحمل. هو يقدم لك تمر، التمر كتير كتير في جزيرة العرب، مش هقول لك انا اكلتك تمر، ما التمر ده كتير، ده اكتر من التراب، فهمت ازاي؟ مش هيمن عليك يعني بيها. وبالتالي ايه الانسان اذا كان خايف من المنه فما يخافش من الثلاث حاجات دول، فهمت؟ وعن ابي قال حدثني هارون بن سعيد الايلي وابو طاهر واحمد بن عيسى قال احمد حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مخرمه عن ابي عن نافع قال كان ابن عمر اذا استجمر يعني استجمر يعني تبخر، اللي هو يسموه البخور، إذا استجمر استجمر بالألوة اللي هو العود الهندي، الألوة اللي هو العود، استجمر بالألوة غير مطرات يعني غير مخلوطة بغيرها، مطرات يعني غير مخلوطة بغيرها، وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على كتاب الشعر وفيه بابان غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.